One love, one heart. Gets together and be of right. هاي السلام عليكم، هاي السلام عليكم يا سيدي. هاي انا رجعنا اخويا بالزي الرسمي، فهمتني؟ حتى بيستولي ما جبتوش، لا نحبوا ننقل ولا نحبوا شكون ينقل. اخويا سيبونا برجوليه، خليونا اخويا باش نحكيو في موضوع اليوم، فهمتني؟ هاي خلي تلم الفيراج الساعه هاي، والله باش نحكي لكم على الحرقه اليوم. مش نحكي لكم معنا على الحرقه كيفاش تحرق ولا ليه، ودي ودي سيب عليكم الحرقه، ما فهمتني؟ هتا نقول لكم علاش جبت واني الموضوع. وعليكم السلام الناس اللي دخلت الكل. هلا بخويا نبيل، انا شفتك اخويا، انا شفتك. سلام اخويا نبيل، سلام عشيري. هتا نقول لك اخويا شنو تعمل صاحبي، دقيقه بالك عشيري. السيدي برجولية اخونا امين، امين الزاير يا صاحبي، تو انت عايش معايا عشيري؟ صليوا على النبي يا اخويا، مانيش من يعني كي تزيدوني يزيدوني مش ملايين، مليارات وبطو وحدي. قولوا لي ها بطو وحدك وبرا احرق، ما نحرقش يا صاحبي، ما نخرجش بالحرقه يا صاحبي. صلي على النبي يا اخونا امين، عايش معايا عشيري انت باش تقول لي هيك حرقت يا صاحبي؟ عندك 70,000 حكاية تنجم تخرج بها اخويا، علاش الحرقة اخويا؟ اللي يجي يقول لك اي نحرق وقول له برا احرق ترمتك بعيدة صح. اخونا امير عارفة اخويا اني ننصحك، وانت يا اخويا كيما يقولوها صاحبي دليلك ملك صاحبي، سيب عليك صاحبي، راهو عذاب عذاب اخويا، عذاب وانت تقص في البحر، وعذاب من بعد شنو تلقى لبرا من البحر اخويا، فهمتني؟ والله كيما نحكي لكم، علاش شنو نقول لكم، علاش اني جبتو شكاكة راهو بارازار الموضوع، فهمتني؟ اخويا كيما فما برشا اهل برائد، ما ليه ليه ما جربتش يا صاحبي، ما حبش نجرب عشيري، باش نحكي لكم علاش جبتو الموضوع، فهمتني؟ صدقوني نعرف ولاد كيما تشوف الشباب هذا اللي نشوف فيه توا، فهمتني؟ متيقر والشعر جديد يا ودي، قديم الشعر يهديك ربي، فادد ومتيقر، نفهم راه واحد فادد ومتيقر وسل التوب يقول لك هكا هو اخر امل للحرق، على اساس هو كي باش يحرق كي باش يجي لهنا الجنه الضائعه كيما يقولوا فيه، معناه يجبد من الحيط الفلوس وخدم موجوده وكذا وكذا. وعليكم السلام يا ودي، راهم يخرب عليك حد يا صاحبي، راك صدقني تجي لهنا بوراقك والدار وين تسكن وتخدم وتسلك في روحك بالسيف يا اخو. استنى تنرج بشويه، 70 سؤال هكاك ما عملنا شيء، باش نخلي نكمل لكم الحكايه، فهمتني؟ هذوما الوليدات الصغار اللي نعرفهم يعني، خليتهم صغار في الحومه كيما نقولوا نحنا، فهمتني؟ كبروا وتيقروا كيما برشا عباد تيقرت، فهمتني؟ قال لك هكا هو اخويا، ما عندنا حتى امل في تونس الحرقه اخويا، كل واحد حاصيله في بحسب ما سمعت الاخبار، قالوا لي كل واحد تكلفته 3 ملايين ولا قديه، وهما ناس بطاله الله اعلم، فما اللي تسلف، فما اللي يمكن مشى سرق، فما فهمتني؟ وركبوا في شقف وقصوا البحر يا ودي، راهو ما عندكمش فكره، ساعات الواحد يتعدى بالطياره فوق البحر نقعد بها تاني كي نغزل نقول برجوليه عباد هذيا مكسح قلوبها، معناه كيفاش واحد في راهو ريتو باللي يكون يبداش بالانسي بالانسي، راهو البحر اللعب معاه، اللعب ليه في البحر، فهمتني؟ وصلوا وصلوا كيما تقولوا انت، وصلوا سلامات، فهمتني؟ تعرف قداش قعدوا في ايطاليا؟ ما فاتوش 12 ساعة، ما فاتوش 12 ساعة، تعرفوش علاش؟ على خاطر سرابس اي عربي مسمور راك، ما تحكيليش، ترى من بعيد يطيحوك عربي، مش كي تبدا بيوذتي كي تبدا زقلومي ياسر، لموهم الكل هما اللي حرقوا الكل، لموهم ورجعوهم، فهمتني؟ يا ودي يرحم والديك اخويا ايمن الشيرني يا صاحبي، راهو شوف كي تقول لي انت راني ما عادش عايش في تونس، ممكن اني نفهمك بعيد على تونس، ما نعرف وضع منيك وما ثماش خدم وكذا، على معناها راهو انت كي جيتي مش تجي لهنا، جي مش تجي انت لهلال الاوروب سايير، معناها ديريكت السلام عليكم تدخل تخدم يا صاحبي،
روح عذيب يا صاحبي راه وخلي عاد انت جاي حارق، راك جاي حارق، تعرفش معناه جاي حارق؟ ما تعرف حد شيء يا صاحبي، فهمتني؟ تبدا هارب خايف من الحاكم ليش يشدوك يروحوا بيك، ما تعرفش عليه شكون يعرضك في الشارع يبراكيك يدغرك هنا صاحبي عربي يقتلوك كيما نقولوا نحنا كلب ومات في زباله حاشاكم ما عم بالهمش بيك، فهمتني؟ ولي ذيب رسمكم اخويا واحد يجي حب يركبها لك لغه الحارقه برا قول له اخويا احرق وحدك، فهمتني؟ خاطر المشكله حتى انت يا صاحبي راك تعديته البحر، ولو انه ما عند مش بورسنتاج راهو سهل لنا عزيز بالحرقه في الطياره. اخونا عزيز العياري صاحبي انا نحكي وتشوف، احنا نحكي في توا في لوجيك مانيش قاعدين نرتلو فكرة رزنا صاحبي، تعاود كومونتير متاع وابنا كيما كاكا حرقه في طياره واحد انيك ننقرك، فهمتني؟ سايب علينا خليونا رايضين توا، انا قلنا نحكيو في موضوع باش نناقشو، ما تحبش تبدا تتكروك وواحد برا ابعدنا خويا، سايب علينا صح خي، ما تحبوش تكون ينصحكم ما تسمعنيش يا صح، خاطر انت كي تبدا تسمع وحرق حرق وفما الساعه وفما شكون اللي رجع وحده، فهمتني؟ فما اللي رجع وحده مش قال لهم روحوا بيه يا خويا، علاش هذا الكل؟ على خاطر يلدي راهو مش كيما تتصورها. اول حاجه الساعه من اللي صارت لك الارهاب وكل العرب الكل تحرقوا الساعه لهنا، تحرقت الناس الكل ريتها حتى ريتها تمشي تخدم راهو راقك وامورك مريقله وامورك ما عندك حتى مشكل، يغزل السي في نتاعك يلقاك عربي بالرغم ان انت السي في نتاعك اقوى ب 7000 مره من السيد اللي باش يجي معاه، اقسم بالله ينقرك ديريكا، تفهمتني؟ بالرسمي بالرسمي اخونا ابراهيم يعطيك الصحة، تو نجي ونحن حكيت امك واخواتك وهذاك مازال يعني ما احنا قاعد نهيا في العباد اللي بالرسمي معناه يقول لك ساي يعني كهو مستقبلي في حرق، علاش يا صاحبي ما مستلهد يا ودي باش تقولوا لي تونس نفهمك، نيك المرمى اخويا ريتها من الاخر نيك المرمى اخويا برك يا ودي مرماجي ما عادش واحد يبني في دار ما يبدا يلوج بالفتاش على مرماجي يا خو، يدي اقسم بالله تنيك المرمى خير من تتعذب وتحرق اخويا ياكلك البحر امك تقعد تبكي عليك حياتها كامله، فهمتني؟ معناه انت تزيد يتعب معناه انت سبحان الله اخي موته راهو كي تحطها في مخك انسان يموت في يغرق في البحر اخي بموته، فهمتني؟ معناه انت كيفاش يحس؟ ما نحبش اني نتصورها جمله في مخي الحكايه، تصور انسان يموت غارق في البحر خايبه على الاخر، معناه انت تموت تبقبق وتبدا تغفلك في البحر، اللحظه ذيك تبدا تندم تقول يا ربي اني علاش خممت في الحرقه، فهمتني؟ يا اخويا وسيم خرجت معرس اني معرس عشيري اني ما خرجتش بحرقه وما حتى اني كنت في تونس صدقني ما كانش عندي لغه الحرقه ذي جمله، فهمتني يا صاحبي؟ معناه اني قاعد واحد قاعد نعطي فيكم نعطي فيكم اخويا في حاجات من حكايات تسمعها، فهمتني؟ بالرسمي مخك يقف عليه يا اخوي، يا ريزي تحرق قلب امك وابوك واخواتك، هذا الكل معناه انت باش في بالك باش تقص البحر باش تجي لاوروبا كهو، معناه انت سيد اول نهار باش تدخل تخدم، يا دي فما عباد راك تلقاه بوراق وعنده وين يسكن وين ياكل وين يكن راسه تلقاه بالسيف يلوش في خدمه ومتعذب، وحتى كان يلقى خدمه يبدا الزك مقطع 24 ساعه، فهمتني؟ لا يا اخونا سيف عشيري تنجم تطيح وتقوم وتشوف خدمه صاحبي، ما تقوليش حتى المرمى ما عادش خالتينا عليه، ما تخليش زاد الاخزر راه شوف علي الخايبه، فهمت؟ باش نزيدك حكايه اخرى، ساعات تلقى عندك صاحبك يبدا هو يقنقن عليك، فهمتني؟ يقول لك ما ثماش خدم وهو ما مشاش لوش خدمه في حياته جمله، هو شي يحب هو يحب يبدا قاعد في قهوه يجي يقول له بالله وفما بيرو وكليماتيزور وورديناتور يجي بربي كي يرحم والديك يجي يخدم، ما يجيش شكاك سا يمشي يلوج مره واثنين انت تخدم، فهمتني؟ ما تكسرش راسك معناه ما برا يا خويا احمد العبيدي وعليكم السلام، رسمك فما برشا كومنتارات فاتوني ماني ما قريتهمش سامحونا، فهمتني؟ اما خلي بالرسمي خاطر بالرسمي يعني الاولاد اللي سمعت بيهم هذوما قلت لك خليتهم اولاد صغار غاذوني، فهمتني؟ خاطر نعرف مني نعرف كيفاش تعذبوا باش لمدوا الفلوس باش حرقوا، ودوبا ما وصلوا دوبا ما وصلوا صدقني دوبا ما وصلوا ما قعدوش ساعتين ولا ثلاث روحوا بهم الكل، فهمتني؟ يا خويا نزار يا خليفي يلا غالب يموتوا ماكش ضامن انت، راه اول حاجه مش تضمن انت تو روحك قاصص بحرك كيكه صاحبي،
ما تديش تضمن روحك، ما تعرفش عليه اخويا، خليه ما خليك، خل نعرف باش تقولوا لي ليه انت خاطرك البرة من تونس تقولي لي فما خدم في تونس، تحب تخدم برجوليه تخدم في تونس، ما فما نعرف يعني فما عباد ما يحبش تقول له برا اخدم مرمى، يقول لك نخدم المرمى شنو هو المشكل؟ اما احسن تخدم مرمى وعندك تعم حتى عندك شويه مصروفك في جيبك، فهمتني؟ ولا انت تحب تجي لبلاد الناس في بالك معناها لهنا راهو سايه، معناها حك راسك وديريكت تدخل تخدم ومش تبدا تطيح وتقول يا ردي اسمع ما تغركمش برشا مظاهر، راهو يجيك في السيف ترى كرهبه وكل فافريتي وذاك والله يحرقها وعمل يا ردي قبل ممكن، علاش تو راهي مسموره لغه الارهاب دمرت الناس الكل، فهمتني؟ قبل ما فما لا ارهاب لا شيء، سيبك حتى يشدك يقول لك برا اخويا مو ما تعملش مشاكل برا تي حكومه مش شنو مش يقول لك مش يخدم هذي غبره ولا ما نعرفش عليه، زيد ريسك على ريسك، فهمتني؟ علاش يا صاحبي يدي خليك خذ لقمه صغيره في بلادك خير من تتعذب وتجي في بلاد الناس ما تلقى حد وتدخل في اخويا في هنا عند دين زبي، برس امك ادم بن مختار ولا سماك، برس امك تو نحكي في موضوع تقول شبيه تقول تكتب الزبي من كومنتير، تو تحب انيك ننقرك من ترمتك انت تو تحب ننقرك، تو قلنا مش باش ننقر حد برا، ابعدنا اخويا ما تفرجش فينا اخو، مو ما عجبكش موضوع مش خاصك برا سيبنا يرحم والديك قال بمهدي، برس امك عليه الواحد تحبوا تكرزوه، خلينا نحكيه في موضوع ينفع برس امكم، تحبوا توا نرجعوا للنقر والسطور ونبدا في ترمكم نرشم فيكم، متحب ما تترباوش ما تترباوش يا مش انك ننقرك على الفاز، هاي برا يدك في زب يبعدنا الزب، قلت ما نحبش نقول كلام زايد ما نحبش شيء غريب، برس امك خليني نعطيه نقره ذاك، اغزل له محليه اغزل له برس امك اغزل، استغفر الله العظيم يا رب. ويا احمد اخوي احمد تو نحن نحكيو على المرمى في تونس ولا في الهروب مش مشكله كيكه، في معناها فما هاو قلك هاو يقولوا لي يا اخوي هاو ما ثماش خدم وهاو كذاك هاو نحرق، ادي انت ضمن روحك سايك حرقت معناها انت سايك معناها ضمنت هلا بنادر اخويا قاري مات مكمل قرايته وجو احلى جو يبيع في الدخان وجلس كشك عادي اخويا خدمه لبرا مصروف لين يجي مخير، والله يغزر برسمكم بربي خلنا نرجع له الكومنتير هذايا واحد اسمه ابراهيم برسمكم بربي يغزر، اش قلك قلكم اخويا راني قاري مات فهمتني قرايته وجو او يبيع في الدخان والجرايد في كشك لين ياتي ما احسن القناعة صاحبي فهمتني، ها والراجل القاري هذا فهمتني اقسم بالله قريب نبلوكي جيتش نطلع علاش يا صاحبي يدي خلينا رائد لا ساتور لا شيء ما نحن تو نرجعنا نحن نحكيه في موضوع امين والله يشوف مش حتى ما مش اي ليه انت ولا اخوك من شنو هو المشكل ما عجبني الكومنتير فهمتني هلا بخونا الجابوني هلا صاحبي هاوك الجابوني يا اخويا اليوم هانو اخويا ها فهمتني معناه برس امكم اخونا حكيم راهو اخزر برشا زهر باش مش نقدر زهر الساعه انك انت ما يرجعوكش في شطر البحر ما تتبركاش في شطر البحر فهمتني وبرا عاد ماني قلت لكم ما نحبش اني نتخيل عباد تغرق بهم يغرق بهم شقف في قلب البحر راهو خايبة على الاخر راك تتصل من راك كي تبدا تتخيل فيها راك خايبة خايبة محمد خويا بزيو اقسم لك بالله من قبل لا نخرج لا نهار خممت باش نحرق يا صاحبي تو انتوما العباد تحكيوا لي على الخرجة ما نخممتش فيها الحرق علاش خاطر مباش قولوا لي ما ممكن خاطر اني كنت نقرا ونخدم إيه لا يخدم برا ادخل اوتيل توريزم وتيح وقوم اخوي يخدم بلاش برا يخدم بلاش اخوي ما تعب بنتي برا تو في الوقت لا تلقى سويح والحم روحك واخرج وانت اخرج مريقل معناها وموا جاي لهنا من بوراقك حد ما عمل عليك مزيه سلام صاحبي في تونس فيها خدمه انا اما انا من صفاقس ونشمش حمد ربي يصرف كل نهار 30 دينار بير اخويا صحيح صح هذيك الحاجه الخايبه يقول لك ما ثمش خدمه وما نحبش نخدم وكيما تقول انت يوميا يشرب ويكملها وعندك فلوس يا ودي تعرف لهنا ريتهم هذوما ريتهم الاوروبيا هذوما عيشه البطل في تونس اقسم بالله يحلموا به
ريتو البطالي في تونس اللي مهبلها قهوة ورامي من هو يخدم في زوز خدم ما ينجمش يعيش على العيشة هذيك لهنا. ريتو باش يعمل قهوة يعملها بروجرام نهار السبت باش يعمل قهوة مش باش يخرج يسهر يعملها بروجرام. وانت تقول لي راهو كيفاش ما فماش خدم تحب تخدم خلي من ارزق بالقليل اللي يجيك ما خير فهمتني. اخونا منتصر الجابون يزمك شويه فلوس من فهمتني يا صاحبي. وينو وينو حمدي حمدي بربي وينو مريتوش يعني. شوفوا شوفوا السيد هذايا اسمه باهي اسمه حمدي 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 اربع مرات مش نعمل لك اربع نقرات فهمتني. إنا نطلع عليك تشجع في العباد باش تحرق معناه يعني توا باش يوريك قداش السيد هذايا تعب في مخه. قالكم ما نحبلكمش الخير معناه يعني توا ما نحبش يعني توا ولد بلادي يجي ويعيش معناه بكرامته لهنا فهمتني. لازمني نقول له ايه احرق اخويا الحرقه بريت عليه العباد لا بس ديك ريتو السيد هذا هو قال لكم ما يحب لكمش الخير راهو اخذ تخلي ديريك تقل لكم معناه اني مش نتقلق على اساس اني باش نجيبكم هذا باش نصرف عليكم اني باش تعرفوا عقليه كيفاش فهمت. هذوما نحكي لك عليهم كي يبدا صاحبك من نوع نتاع حمدي فوكات هذا كات فوكات ابعد عليه انقروا انقروا قل له برا اخويا مانيش سيبني اخويا تو نمشي نشوف اي خدمه وسيبني اخويا من حب اني ما نحبش نحرق اخويا نحب نعيش ناكل ما نعرفش اللي يجي في بلادي ما نتمرمدش فهمتني. يا اختاني من الساتور راني يعني من مكان لا غالب شو تعمل له برسمك شو تعمل له هاني سايي انقرتو فهمتني. يا معلم ريتها مريت ساعات علاش مخك يقف يا صاحبي راهو فما عبيد ما تحبش ما تحبكش خاطر هو في تونس ما يعرفش فما لهنا اش يعرف هو لهنا هو كيراك عمالنا بالخارج ما نعرفش يعني اودي والاخر مرسيدس وكل غي يا دي تعرف عليه من جيبه الكهرباء لعله يخدم 24 ساعه زكو مقطع هو اخوي لعله يريسكي هو وعمره مريسكي لهنا بغبره وما نعرفش شنو هو فهمتني. ما تحكمش بالمظاهر لازمك تجي تجرب فهمتني. وين يا اخوي ننصحكم ما تحرقش يا صاحب تحب تخرج صحيح فما راه هنا باش تلقى خدمه وحقوقك مضمونه وكل شيء اما ما تجيش حارق يا صاحب ما تجيش حارق وتبدا متخبي من بلاصه لبلاصه ويدك على قلبك هذا يراني نحكي لكم كان وصلت فهمتني. ها وجاني النوري برسمك تفرجوا ها وبداو ها وبداو بربي لحظه لحظه الزب اسمك نصر الدين حرام حتى باش نقول لك كلمه منيك حرام تفرج شو محلى برسمكم النوري الناصر نصر ناصر الدين بربي من قبل ننقر وعملوا عليه طله بربي يعملوا عليه طله شوفوا محلاهم استغفر الله العظيم يا ربي برا سيدي اليوم اني يعني مسالم باش ننقر بغير كلام زايد لا حد شيء برا خويا راني يعني نقرتك يا صاحبي هاي برا تصبح على خير ريتوهم الانواع اللي دخلوا جرذان هذوما تعرف شنو يحب هذا شنو يحبك تعمل لايف يحبك مثلا تمشي لبواطه تبدا هكا فودكا وجوج ماج وهكا وتبدا تتزطل وتبدا تعمل لك بيديك فهمتني تحب تطير فهمتني يا معلم. رواي واحد جيل بلاد الناس هذه بلاد الناس راه مش نوطنوا فيها نحن فهمتني. يجي لهنا لبلاد الناس يحب يلعبها اكل هكا ويحط في الخبابر ويعملك راهو متافه بالنسبه لي يعني معنى انت خليت داركم وامك واخواتك باش تجي باش توري انت اللي انت تزطل وانت باش تعمل كذا جوبيرة فهمتني. انت هنا يا خويا يجي نيك الخدمة اخدم هكا هو هنا البلاد هذي مش بتاع باش تعيش فيها بعيد باش تخدم فيها هكا هو فهمتني. ليه يا صاحبي ما عنديش مرسيدس يعني يا صاحبي ما عنديش يا صاحبي عندي هامر يا صاحبي عندي هامر تحب نوريها لك اخويا كان تحب نوريها لك الهامر خل نوريها لك يا صاحبي اخويا سيفو هاني قلت لك اخويا هاني قلت لك اخويا يا ودي ما تحطش روحك في وضعيه خايبه على الاخر يا صاحبي تقول سايي اخر 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 امل اني في حياتي الحرقه علاش يا صاحبي اخي هالدرجه سايي معناه مو المشكله شنو هاني قلت لكم يا صاحبي ذيته
زاد انت رويزمك تطيح وتقوم، تمشي تشوف اخويا، تمشي تطيح، تمشي. محمد نيمار اخويا مرحبا بك اخويا محمد، ان شاء الله يا اخويا كمل او قريب نكمل اخويا اللايف اخويا تو نكلمك، فهمتني؟ خاطر وقت بكري اني ما تلهيتش يا صاحبي، فهمت؟ خليونا اخويا كيك، علاش تحبوا الواحد يجي يقول لكم؟ يجيش واحد تو يعمل لايف يقول لكم يا عبيد برا واحرقوا، ولد حرام راهو هذايا، راهو صدقوني اقسم بالله ولد حرام اللي يجي الانسان يشجعه باش يحرق، اقسم بالله، خاطر ما يعرفش هو شنو عامل فيلم في مخه طليان وندرى شنو، مشيت على الروحه، فهمتني؟ برجولي يا اخونا انت يا ذايا اللي عامل اسمك هكا، باش ننقرك يا صاحبي، والله باش ننقرك اقسم بالله اخر قرار، والله لا عدت نرحم حتى جرت، والله ما ننقرك. هاي بار اركب في الكات فواكات اللي جيت فيها، هاي ريت الكات فواكات اللي جيت فيها ارجع فيها، فهمتني؟ اخونا العبيد يا حما انا قلت لك هكا تشوف كل واحد. اخونا بوجي يا عشيري يا صاحبي يجاني بريفيت انا احكيه اخوي، المشكله ريت هكا تحكي معاه شي يقول لك، يقول لك ليه مثلا مش خدم يدي كيفاش ما مشى، هو كي تجي تساله تقول له بربي مشيت تلوش في خدمه، والله يقول لك اخويا ما فماش خدمه، يا ودي برا لوش برا تيح وقوم تتلقى خدمه، يا ودي هو يا ودي ساعات نروح لتونس نبدا بالفتاش نلوج على بلومبي، والله بلومبي تبدا بالتليفون ولا بالمعارف باش تلقى بلومبي، يدخل يتعلم صنعه بلومبي يا اخويا تو تولي يا اخويا تخدم امورك مريقل اخويا، علاش يا صاح؟ خونا عزيز قال لك شو عيشه في تونس كي كرهت ولات بلت مرة خطركم الأولاد من الحرقة، أو خلكم السيدة أختكم من الحرقة، منش نكذب عليكم راه ما نحبش من خايبة يا صاحبي، راك ريتها حتى لا قدر أنت تموتت في البحر يخمم في أمك أخويا، خمم في أبوك وخمم في خواتك وعائلتك يا صاحبي. فاروق مش أنيك بنقرا على القباحة متاعك، برا أحرق وحدك أخويا برا. برا ما تحبوش شكون ينصحكم انتم برا خويا، تو انت ما سلكتهاش في بلادك تحب تجي لبلاد الناس وباش يا ولدي تبدلت الحكايه، ما عادش كيقبل لي يا رسول الله. يا اخونا حاتم جونا احلى جو لهنا يا اخويا، المهم هنا يا صاحبي تسيبني احكي لك حكايه، هنا ما فماش حراقه من الاخر، علاش؟ خاطر احنا بلاد صغيره 5 ملايين نحن، معناها ريتها من تبص في اوسلو واني لهنا نسمعك، فهمتني؟ الحراقه ما ايطاليا فرنسا المانيا ما بالفتاش راه وصاحبي وقت شوف يرجعوا فيهم، معناه هما يرجعوا فيهم وانت ماشي لهم صاحبي، امشي يا اخويا بامورك القانونيه وموا ما يعمل عليك حد مزيه يا صاحبي، فهمتي؟ علاش تبدا مفريستك وانت هكا ومن بعد حتى ريتها صاحبي، حتى نقولوا انت يا اخويا لقيت خدمه في النوار، اي مش نحكيو على المخزعبلات وكل البيضة من النامور الحكايه هذيك، ليه صاحبي من ربي بعدهم علينا هذوك، ريتها تبدا تخدم وانت زكك مقطع وانت في النوار، من بعد يقول لك ما نخلصكش، ما عندك ما تعمل، ما عندك ما تعمل، يقول لك شنو باش تهضر يجيب للحكم يروحوا بيك انت، فهمتني؟ اكيد اخويا مو ما تتذلش في بلادك اقسم بالله، شوف تنجم تلقى اخويا فما الخدم غير الواحد، الواحد ما يحبش هكا، انا قلت لك فهمتني، تقول له برا اخدم مرمى يقول لك اني نخدم مرمى ويقعد نهار كامل يلعب في الرمي، ايه برا اخدم شنو هو المشكل؟ راجل خدمة نهار شنو هو المشكل اخو؟ وشنو هو المشكل كان خدمة مرمى صح؟ شنو فهموني علاش؟ علاش تونسي يحسها خدمة المرمى خدمة منيكة فهمتني؟ وشنو هو المشكل اخويا؟ ماك انت باش تعرق على فلوسك وتاخذ فلوس ومو عندك حاجة في جيبك معرق عليها، ولا تحب معلم بربي اعطيني هات 100,000 هات 20,000 هات كذا، علاش يا صاحبي؟ خليك مريقل اخويا، خليك تخدم تبدا بالمرمطه ومن بعد ربي يسهل لك في نفس الوقت اخويا. اخونا حمزه ما ما ما, ما شوف راهو فما 50,000 واي تو جو اوت فروم تونيزيا صاحبي، فهمتني؟ بقب امور قانونيه اخويا فهمتني، ما عليك انت تحرك صاحبي وتشوف خيوط، فهمتني؟ فما الخيوط هلا برمضان، فهمتني؟ خليونا اخويا، علاش تحب تو الواحد يجي تحب تو نبداني نعمل لايف نبدا نشجع في الحرقه اني لعبيت، يدي قلت لكم ولد حرام راهو واحد يجي يشجعك على الحرقه ولا ولد حرام اخويا، انت بربي تموت في البحر، ايه وامك من بعد بيه يا سيدي برا نقولوا انت يا اخويا
اكد رج بقبقت فيه وهز ربي متاعه وكهو ومتت في البحر. ايه وامك مسكينه من بعد كي تجي خبر ولدها، ايه الحرقه متاع الام ذيك كيف تشريها بالفلوس انت. خونا طلع انت اخدم، انت اخدم ولا اختمت مع قبل بربي سي. اخونا يا حيوي ولا فاخر يا صاحبي. معلم نحكي لك حكايه، اني كنت تديون صاحبي نمشي نخدم عندي واحد صاحبي قرا معايا امه صفقسيه تعمل في الولائم تاع الكروز كيما نقولوا، نكمل نقرا في الليسي ونمشي نخدم سيرفور يا صاحبي يا معلم. واني نقرا مازلت نقرا في الليسي متلذيل تولى طلعت الفاكه، فهمتني؟ في بالك انت حياتك كيكه سهله معناها ارقد وقوم. يا نعم نخدم لي جي، المهم فما فلوس نطيح ونقوم. ما نعاودلكم راه ود القحبه اللي يجيب الفرنكة، فهمتني؟ هذيك هي هذيك اللي مش جيب الفرنك بالسرقه والبركاجات، بذراعك يا صاحبي. قال لي بربي انت خدمت، ايه خدمت يعني تلميذ وخدمت يا صاحبي. شنو نستنى بابا يعني باش نقول له اعطيني يا صاحبي؟ معناها هو يزيد هو تعب ويخلص عليك في قرايتك وواحد تقول له اعطيني؟ اه معناها عذروت انت هكا ما تحشمش برا اخويا، تيح وقوم اخويا. صحيت ارا اقرا على روحك، اقرا على اي الراجل يتيح ويقوم اخونا. ها اخونا بوجي خدمنا المرمى وخدمنا مرشي الحوت وخدمنا في الاحوال في بلاد العربي، كل شيء خدمناه. اي ما ما في اخونا في تي ليلا ليلا بوجي، ما ما وشنو المشكله صح؟ هذاك هو الراجل يخدم اللي يجي ما يهمنيش، المهم يجيب فرنك بالحلال هكا هو، لا اكثر لا اقل، فهمتني؟ يا اخويا تبعد على الخزعبلات تفك متاع الناس هكا البراكاجات والسرقه والحكايات هذيك. اخويا بنحيهم عليك خاطر مش متاع رجال الحكايات هذيك. واخويا يخدم مرشي الحوت، تخدم ما نعرفش يا فما، نعرف عبيد يقوموا الصباح يمشيوا للمرشي يروحوا بقسمهم، يمشي يهبط في المرشي ويروح بخضرته وبمرقته. واخويا شنو هو المشكل؟ كان انت شنو ما تحبش تقوم الصباح؟ توريتش واحد في تونس يقوم ماضي ساعه يحب يخدم؟ بالله جاوبوني برسمكم، جاوبوني بربي ريتوش واحد. شكون بربي وينه وينه؟ برا تعدى تعدى بصحته تنرجع له تنرجع له، ماني خاطركم منتريت بالبرشا، فهمتني؟ تو نرجع له من الجرذان من بعد نرجع نفليهم ما منعش، تو من بعد نيكوه بنقرا في ترمته، فهمتني؟ باش نعملوا له، ما قلت لكم راهو كل لايف لازم باش يجيو، فهمتني؟ باش يحضروا باش يعملوا البريزونس، فهمت كيفاه؟ اخونا حاتم انتيريستا اخويا كي تخرج بامور قانونيه اخويا جوك باهي صاحبي، تنجم تبدا تقرا لهنا ومن بعد اخويا تفما الخدمه، فهمتني؟ وحقك اخويا تخدم ومريقل اخويا حقوق، المهم اخويا تكون انت قانوني امورك قانونيه. هذا اخونا احمد العبيدي هكا تشوف انا راني ما كذبتش كي سميتهم جرذين، راو ما تبليت على حد، فهمتني؟ ايه وي ام بوهلال تفضل احرق اختي، ما نعرفش عليك عاد انت ذكر متحول ولا لا اعلم. برا اخويا انا والبحر قدامك وبرا احرق اخويا. الرجال يخدم على روحه ويجيب الفرنك. اخونا حمزه ذاك هو صح. وسيم شتيوي والله يا اخويا شو ما نكذبش عليك، لا علاقه بالخليج ما عندي عليها حتى فكره صح، فهمتني؟ اخونا حبوب الاندلسي انت جديد في الجروب، راه كي واحد يسالني علاش لابس هكا اكيد راك جديد في الجروب. هذاك الثاق اخويا ملي دخلت يا سيدي لو مش نفسر لكم علاش بربي. هاي يا سيدي يعني نحيت يعني ريتني هذا باش او انا وجهي ريتو الجابوني كما يقول لي الاخر، يعني نحيت. اتو سيدي تحب نقول لك اخويا شنو حكايتهم هذوما الزوز؟ بربي خلي نحكيها وما عادش نرجع لها باش حد ما عادش يسالني، فهمتني؟ اسيدي هذه الساعة ريتو هذا يا سيدي. عندي واحد صاحبي لهنا مشى بالحرام لا نعرف لا تركي لا ندراوين، مشى باكونس نورفيجي في عيد عندي عمل عيد ميلاد لاصحاب لهنا، جاب لي الشعر هذايا، فهمتني؟ واني هذه مشيت لاسبانيا هذه شريتها باورو ولا بزوز اورو، فهمتني؟ هاي مادام كزي راني عرفتك جديد خاطر سالتني هكاك. فما نهار قالك فهمتني؟
حطيت التليفون ولبست هذا وهذا وعملت فيديو الأمور جدي وبعثت واني قالك من الفيديو هذاك رجعت بالشعر هذا. توا واحد كي تدخل تقوله تعرف الثاقي يقولك ما نعرفوش، تقوله لي يلبس ليونات الصفرة والشعر يقولك عرفته موقان. هذيك هي الحكاية، لا مانيش لابس هكا لا حد شيء، هذوما الزوز اخويا كيك تسانست بيهم لهنا، فهمتني؟ واخويا ما ثماش عسل اليوم صاحبي، فهمتني يا صاحبي؟ راني يعني جاوبتك وجاوبتها للمرة الأخرى، خاطر نفد ساعات يقول لي واحد شبيك عامل هكا وش؟ ماني عامل حد شيء يا اخويا، هذاك هو ذا الزير الرسمي التوني، ما بدش تكور تكور انت من غير توني نتاع خدمة، هذا ماتريال الخدمة، كثيرش من هكا صاحبي، راني يعني وضحت اخويا للأخرة، فهمتني؟ ماتريال النقرة ما جبتوش، راني يعني قلت تو يتربيه فهمتني؟ عايش خويا، خويا حبوب، اخويا يرحم والديك، رمز ديما يجينا اخويا، صح اخويا الثاق ليك وحشه، كلامك صحيح والغربه ما ثماش ما اصعب منها مهما كانت امورك واضحه اخويا. شوف اخونا بربي، شوف كومنتيرك طويل اخونا بلال الغرابي، لو شوف اني حكيت قلت لهم الواحد يبدا يخدم بوراقه وبجنسيته اكثرش من هكا التوضيح، عندك بجنسيتك وبوراقك ودار تسكن فيها امورك مريقله وتبدا فادك وتبدا فادك، خلي تجي حارق معناه، قل لك الاخر تخلي واحد تخلي جرس تخلي لا ضيق علياني معناه، قال له ما اسمعوا برا وحرق وهذا ما يحب لكمش الخير معناه، يتفرج اخوي معناه انت باش تحب الخير الواحد تهزوا للموت تهزوا للمهلكه، فهمتني؟ رمزي بين يجان نجان اخونا بلال جديد يعني في الجروب اخويا، صعيبة أخويا صعيبة صعيبة صعيبة. شوف أنا مرني ما حكيتش على الغرب، خاطر الغربة باللي باش تحكي عليها ما توفيش حكاياتي، أقسم بالله لا توفى، فهمتني؟ تقعد تحكي 2100 ما توفيش. أنا جبت الموضوع لخاطر قلت لكم صارت حكاية، فهمتني؟ عباد في بلاد صغار من حومة حرقوا وروحوا بهم، فهمتني؟ منور افرير خونا حمزه محمود، عايش كلامك لوجيك برشا خونا حمزه. شوف ماني قلت لك فما 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 نوعيه نتاع عباد ما يحبكش تخرج لايف وتحكي له باش تنصحه معناه باش تهيئه اوموا، يقول لك ليه اخويا برا اخويا راهو من برا اني نحب احرق امورك اخويا، انا عندك البحر شديتك شين ما شدك حد، احرق اخويا فهمتني وريك امورك، اما من بعد راك باش تندم، فهمتني؟ شعب غرب الفقر ميزيريا ما يبقاو حتى كان البحر بالله، وئام بوهليل برسمك انت ولد متحول معناه ولد عامل كون طفله والا طفله، فهمتني؟ باش نعرف فين نجاوبك ما نعرفش عليك، فهمتني؟ شاهين سلام عليكم، لا في بوسباتا فر فما فر بوسباتا تعدى تنرجع له تنرجع له تو بعد نحط شويه جبن، فهمتني؟ كيما العاد فتفت لهم شويه جبن تو يظهروا الكل تنرجع لهم، خاطر كومنتريت هكا مش من قاعدش نركزوا معاهم، فهمتني؟ احمد هلاوي والله يا اخويا طفله مرحبا بيك اوي ام، حتى معناه انت زدت تحب تحرق معناه، معناه انت زدت تحب تحرق معناه مش جيت تحرق معناه انت مش تطلع في شقف معناه وكتصير لك حكايه في وش الشقف هذاك في تم في قلب البحر، ايه شنو فهمتني؟ صلي على النبي يا اختي سايب عليك معناها نعرش عليك، كانك تقرا بالرقد على روحك وكانت كانك ما عندكش خدمه لو وش خدمه تو تخدم، فهمتني؟ يا امور هاني قالت لي طفله جاوبت على اساس طفله هي ما هيش امورها، فهمتني؟ اخونا رمزي ليه مش ديما عاد صح، فهمتني؟ انا كملت يعني تو كملت كهو اخو شنو كهو تو 6:30 عندي، فهمتني؟ محمد ابراهيم اخويا ما فما حتى حل، الحل اخويا تيح وتقوم وتنجم تيح وتقوم وتخدم روحك، فهمتني؟ شكون سبها تونس عشير صح تولي تشكر في البلاد فما خدم
برس امك مشيت خدمت مثلا، انت صاحبي مشيت لوجت خدمه، فاني راه شوف راه ساعات واحد يدخلك بعضك، فهمتني؟ يقول ما عمره ما مشي لوج خدمه ويقول لك مثلا مش خدم، يا دي برا لوج خدمه، برا المعامل، برا دور، لعل نهار تزهر لك. ما زهرتش الاولى، لعل نهار تزهر لك، مش النهار اللي مشيت فيه حاجات مخدمه تدخل تخدم. يا اخي قاعد في القهوة نهارك يا ودي، راه ما فماش واحد يقوم مرة ثلاثة، فما واحد يقوم مرة ثلاثة يقول لك مثلا ما تخدم، انت راقد تلوج في خدمة وانت راقد مثلا. واحد يفهمني بربي، فما واحد هو راقد يلوج في خدمة يعيش بالليل مثلا، يلقاه في النهار تلقاه راقد وفي الليل فايق، ما يلوجوش خدم في الليل او في النهار، قوم الصباح لوج على قسمك تلقى خدمة. ومش لازم تحب تلقى خدمه في بيرو ولا تلقى خدمه بر، اخدم اخدم في قهوه، اخدم في ريستورون، اخدم مرمى، دهان، بلومبي. ربي ربي كريم اخونا اسامه، اي ربي كريم، فهمتني؟ ودي راهو اسمع كومنتات بالمشتى، فهمتني؟ هكا اللي يجي قدامي نجاوبه ما تكرزوش، فهمتني؟ بالحق برشا كومنتات اخويا، خلينا تو نعملوا كونكليزيون باش نسكروا الموضوع باش نكمل اللايف، فهمتني؟ اخويا انا يعني جيت حكيت فيه الموضوع هذايا، وكل واحد واموره. اخويا اللي ركبت له سايي وقول لك يقول لك اني هذاك هو معناها الحرقه هي برا. اخويا راني برا نقول لك ربي يسهل لك وربي معاك وربي يعديك بخير من البحر، فهمتني؟ هذه حاجه الاولى. وحاجه ثانيه بربي اللي يجي مقبله تحرق خمم في امك، فهمتني؟ وكهو قبل لا تحرق عاود له ديما اجين النجان، قبل ما تحرق خمم في امك وكهو، فهمتني؟ خير من اللي خمسة اغزل لي اخونا 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 تولتني اخونا الطار، والله ربي يهديك، والله ربي يهديك، والله بربي برس امك شكون اللي قالها لك هذيا، بربي شكون اللي قالها لك؟ ريت علاش عبيد باخذين فكره هكا معناها هو السيد قال لك يحرق خير ياخو في 2500 دولار، فهمتني؟ سيدي صلي على النبي يا صاحبي، راهو خيش في بالك راك مش الساعه ريتهم قبل تسلم ال 2500 دولار اللي انت تحكي عليهم، اقسم بالله ما تتمرمد وما كل درجه تبدا تصرفك في روحك بالكف. الذل تراه ما عمرك ما ريته، فهمت؟ خاطر ريتها بلادك حتى باش يذلك عارفك في خدمه، راهو ديما فما صلة الرحم، معناه فرد جنسية، فرد دم يروف عليك. هنا الرحمة ليه؟ الرحمة ليه؟ راهو فهمتني؟ تريسكي، عاد غادي وين خليت؟ عاد أنت كان جاي لهنا باش تحب تريسكي، فما حاجتين، يا تروح في صندوق يا تعدي حياتك جرى في 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 الحبوسات، إذا أنت تحب هكاك على الريسك، فهمتني؟ ما ذي هي معناه، ما فماش، ما تحكي لي حتى حكاية أخرى، فهمتني؟ برسمكم تا اخو يا معلم، راهو كي شوف تكتبوا لي كومنتير كبير قداش تقعد نقراه، فهمتني؟ ما تكرزوش معناها، مش تو عزيز اخويا اعمل تلخيص يا صاحبي، اعمل تلخيص هكا الكلام اللي حاجتك بيه باش نجم نقولو، خاطر زاد لازمني نتفاعل معاكم نقرا لكم لي كومنتير، فهمتني؟ اي اخويا نينوس فيها برشا زهر، نعرف يا صاحبي، نعرف اخويا الزهر زاد في برشا حكايات، فهمتني؟ زياد تحب اسامه سليمان يخدم اللي تحكي عليهم في تونس، يا زياد التبيني اسامه سليمان يخدم بربي. لحظه يا اخونا زياد هكا هو باش نقرا، علاش يا صاحبي كي مطر كومنتات، فهمتني؟ بربي لا تحكي عليهم في تونس يا يعش كش عيشة واو في الأوروب تربح، أنا مش بور حرقة أما خدمة. يا ودي يعطيك الصحة، ما قلت لك شاني راهو ليه ليه. ولا الزب يا طاهر أخويا، أخويا شوف أنت مخك عوصل لستاج التنين تبات تحت قنطرة، معناها تعرف أنت صاحبي اش معناها في بالك تبات تحت قنطرة في الشتاء لهنا، ريت حاشاك باش تمشي تبول بولتك تخرج كلاص يا صاحبي، فهمتني؟ المراض الكل تجيك، في بالكش انت تقص تونس في الشتاء مش تبات تحت قنطره يا صاحبي،
راهو البرد سنونك تتيح، فهمتني؟ الامراض الكل تهبط عليك. ولذا عشيري انت معناها مانيش باش نناقشك، خاطر زيد مادام حكيت معايا هكا برا ربي معاك. نيري ما قلتكمش ما تحرقوش، اللي يحب يحرق ودي برا، هز شقف تيتانيك ولا تصرف اخويا واحرق امورك، فهمتني؟ انا اعطيت بوان دو في نتاعي على حكايات نسمع فيهم، بالرغم انني سكندينافا انا ما عندناش حرقه جمله، راه لان حرقه ما يخليكش تدخل، فهمتني؟ انا خاطر بلاد صغيره ومسموره، فهمتني؟ اما كي نسمع الحكايات من تجي مع عباد تسمعهم مخك يقف، اللي قتلوه واللي مرض بالامراض اللي ما نحكي لكمش، واللي ولا يزرق واللي يبل، شنو تقول لي انت نعيش في قندره، فهمتني؟ برا اخويا عيش على روحك يا صاحبي، فهمتني؟ غيث العيادي اش تقصد عشيري؟ ننقلك معناها يا ودي، راني قلت لك المشكله ساعات واحد تقول له فما خدمه او فما خدمه ما نعرفش نتاع بلومبي، والواحد يقول لك نمشي نمي خليني نلعب رامي في القهوه. علاش شي يحبه يحب، راني قلت لك يحب بيرو ويحب سكرتيره ويحب كليماتيزور، فهمتني؟ ياي بوري كندا اوغي كوم تيل نورغا نستمون برور. راشد مو معتمري يبعث لي على البريفي اخويا تنحكيه، وصاحبي مرحبا بيك دوب الكم من برور. فيزا توريستيك ابري تعمل بروجي سي فاسيل، تنجم اخويا. اخويا منذر راه فما او نعرف عبيد خرجت سبحان الله، فهمتني؟ انا عملت ليسونس مع معلم ديزون بطاله، وبعد بعد عملت ماستر عاود زدت بطاله، وهاني توا متكرز قاعد نعدي في عامي وعسبله. ربي معاك اخويا شاهين تيحلى في وجهك، فهمتها؟ دلونا ما نعرف ما شوف ساعات الكلام راهو، شوف هو راهو ساعات الكلام اللي يوجع، كلام كي تحكي الواحد يتوجع منه، هذيك لا فيريتي، خاطر الحقيقه توجع، فهمتني؟ كلام الماسك وكلام البص ما يوجعوش. كي تقول له اخويا برا يا الاولاد يا سيدي مش نحرق، يا برا احرق اخويا، اش قاعد تعمل في تونس؟ ايجا اخويا خدم هنا، وهو ليتو ذاك اللي يقول له ايجا وخدم، تلقاه يريسكي حتى هو تلقاه سبحان الله تنجم تزهر معاك. راني ما قلتش ليه، اما ما عادش كيقبل، راه ما عادش كيقبل. اي يا خويا سكون دينام، راني قلت لك راه صاحبي صدقوني لهنا اقسم بالله اكثرش من افغانستان. جماعه افغانستان وباكستان هذوما عندهم مش كيما تونس مثلا، مش هذوما عندهم طالبان وحاربوا كل، اقسم بالله رجع يرجعوا فيهم، فهمتني؟ هاني دلونا قلت لكم اني جربت الغربه راهي مره، ما يفهموكش كي تقول لهم هكا يقول لك ليه خلينا نجرب. جرب اما ما يسالش اخويا، يجي جرب وانت جيت امورك قانونيه، علاش هي الغربه خايبه وانت زيد جاي كلاندستين واخويا، وزيد معناها في ساعات الواحد هنا تبدا تمشي في الشارع تحس العبيد تحكي عليك يخافوا منك اخويا، يقول لك يتفرقعناش هذايا، فهمت؟ تحرقنا اخويا الا غالب اخويا. فو بروفيل دلونا، فو بروفيل امور، يعني منين نعرف عليها فو بروفيل؟ يعني نجاوب على المكتوب ما يهمنيش فيها، حتى فو بروفيل ما قالتش كلمه عين، ما يقلقنيش. راه اخونا بوجي، يعني ماذا بيا تسهل للناس الكل، نحب ماذا بيا يعني نشوف معناها الناس الكل. فما تو واحد يتمنى الشر لولد بلاده وصاحبي، ما فماش، ماذا بينا اخونا ماذا بينا، ما نحبش اني زاد تشوف ولد بلادك يتسكع في الشارع، فهمتني؟ يتسكع ما هنا تعرف شكون عندنا يتسكع؟ عندنا جماعه رومانيا ما نكذبش عليك، ما فماش خاطر ما عندناش توانسه لهنا، فهمتني؟ يدي من امراه البارح اقسم بالله تشوفها الدوخه، فهمتني؟ خاطر ما نجموش يطردوهم، ما نعرفش حقوق الانسان وكا الجواجم، فهمتني؟ اخونا هاي جاوبتنا قالت لك انا ايمان الترودي في فريب فري بروفيل اخويا، امور اخويا كلامك صحيح، ما يلزك على المر كلا مره، ما يلزك على المر صاحبي، ما قلناش نحن الغربه ديما خايبه، حتى وانت اخويا مورق وبجنسيتك وباسبورك الاحمر وبجواجمك الكل ديما راهي خايبه، شنو هي؟ مش معناها ما تتهناش فيها، ما تنجمش تهنى حتى في بلاد الناس صح؟ ياك تخدم وعندك فلوسك وعندك جوج ماجك وعندك واللبسه اللي تحب تشريها ما فماش، فهمتني؟
يا دي من غير هكا هو قلت لكم الطفله راهو هذا راني ما عليناش نتجاوزوه الموضوع اخويا من قبل نكمل اللايف شوف باش نجيكم من الاخر وعلى راني قلت لكم اخويا اللي حب يقرا حب يحرق عنده البحر اخويا وعنده يمشي يشوف خيوطه واحد هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه ما تخليش انسان يجي انت تكون عندك امل صغير هكا باش تلقى خدمه في بلادك هكا وراو معلم فرق بعيد بين ترافي امك يوميا وصحابك وجوك وانت بعيد صاحبي خاطرك ما جربتش وترضى بالقليل تو ربي يزيدك ارضى بالقليل اخويا واذا انت سايي قلت اخر ستاج وركبت لك اخويا في مخك اني ما نشجعكش اما نقول لك اخويا برا ربي يسهل لك علاش قلت الكلام هذا خاطر دخل جرذم بكري قال لكم برا واحد قرا والسيد هذا ما يحب لكمش الخير دوخني عمل لي كروم في مخي فهمتني حاسيلو هاي قلت لكم الطفله قلت لكم اللي يحرق قلب امه يعني ديجا قلت لهم وموا مقبل تخمم باش تحرق خمم 70,000 مره مش خاطرك انت مكرز من الدنيا وبايعها سايك او ايه وشنو ذنبها امك اللي خليتها وراك انت في عيد في مناسبه تي احنا متغربين معناها حيين موتك كما نقولوا نحن المتغرب هو انسان حي ما ميت في الاصل مو تحبوا بالفرش انسان ميت في مناسبه كي تهز امك التليفون وتكلمك في عيد ولا واحد وامك تبدا تبكي في التليفون في اللحظه ذيك مش تكره الغربه كي بالحرامة تو تقول تو كان يقسم بالله كانوا يجيبوا لي مش طياره يحطوني في كوك نتاع الزمن ذيك تو ندخل ما يهمنيش باش نمشي نعيش اللحظه ذيك مع ناسك وجوك وعبادك فهمتني ولذا يا اخويا يا رائد خلينا تو نحكي سوريو برسمك ما تكسرش بيا الحكاية اخرى فهمتني اخونا محمد انت والبلاد علاش خاطر فيزا توريستيك صاحبي انا عندي واحد صاحبي اعطوه فيزا توريستيك فهمتني وفات اخويا من قبل توفى بثلاث ايام سايي قولوا لك راهو حضر روحك راهو بعد ثلاث ايام ما نحبش نريو المحبة سايي معناه فهمتني لا غالب عليه زيد قلت لك راهو ركزون معنا برشا على الحكايات هذيا فهمتني تضرينا من حكايه الارهاب وكل راهو انتم ما عندكمش فكره راهو الاعلام مش يحكي خاطر انتم بعاد فهمت كيف ولا غالب اخويا صاحبي صحيح اما واحد يطلع يخدم باللورو ولا بالدولار يجيب كرهبة خير من اللي في تونس بدينار طايح تعرف انت ايش عملت لي تو اخونا عابد عيسى ريت الكلام اللي قلته واني الكل اللي نحكي فيه جيت انت مش انقرتني يا صاحبي هبلتني نقر اخوي والله ربي يهديك هاي خونا الطاهر اخويا تو عجبتني اخويا شوف زومبي مثال شاي اخويا الاولاد ان شاء الله اخويا تنرجع موضوع طويل فهمتني ما يوفاش راه وان شاء الله يا اخويا هاني قلت لكم اللي حاب يسمعني وشيخه بنصيحه من اموره مانيش طيب قنوات ولا طيب جعب يعني فهمتني واخويا كل واحد حر اللي حب يحرق خليه يحرق اخويا وكا هو صاحبي يا اخونا محمد مامي تتحط اورو اي شنو هو المشكله صاحبي ايه دينارنا تايا خاطر البلاد الثوره وما فماش توريزم عادي باش يطيح الدينار فهمتني انت يطيح الدينار نطيحوا معاه ما يطيحوا قوم صاحبي تو يقوم اخويا يا اخويا مش كان انت يا اخويا مش كان انت يا صاحبي عابد بربي وينو اخونا البوجي راهو نعرف صاحبي خاطر اني الكلام اللي تكتب فيه بنعرف وما تحكي لي حتى حكايه فهمتني هيا حاسيلو الناس الكل اخويا بيس ان لوف وديما اجين واني قلت لكم ما عملنا رانا ما جيناش باش هكا نطلعوا المال السعده في اخر الواحد تنجم تسمع كلامي يدخل منه يخرج من خاطرك انت انسان حر معناه فهمتني وربي معاكم وربي يا اخويا يسهل لكم الناس كل فهمتني وان شاء الله مش بالحرق عشان نعرف خاطر العبيد كي تركب لهم سايه في مخ الاوروبي يقول لك ان شاء الله تسلك لكم الناس كل ومش بامور حرقه وكا هو ديما بيس وديما لوف
وديما اجين وديما على عجل. هاي بيس ان لوف، برسمكم بربي بربي مادام تو راني مغلوقه في المياه معاي، باش نكمل اني اللايف هذايا بربي اسمعوني بالكدا. العباد اللي ديما تسمعني في اللايف، من اللي ما يعرفنيش وما يدخلش معايا ديما ما يسالش، ما نحبش نحرج كيما نقولوا نحن. برسمكم او تو مش نكمل اللايف، ركزوا معايا، باش نعمل ستاتو حمله ل 100 جرد، حمله القضاء على 100 جرد. بربي بربي ركزوا معايا، ستاتو باش نكتبوا اني باش نحط فيه حمله القضاء على 100 جرد. كل واحد يحط لنا تصوير جرد في كومنتير، لا تحط لي لايك لا شيء، ما تحط الجيم على الواحد، كومنتير حط فيه تصوير جرد، نحب نلم 100 جرد، فهمتوني؟ ونخلي نشوف تنجح الحمله هذه، ترى نعملوا حمله الالف جرد وديما يمشي، فهمتني؟ باش نكملوا اللايف باش نقص عليه، يعني كملت خاطر ما عادش عندي ما نحكي، وباش نهبط لكم الكل واحد حمله ل 100 جرد، وبرسمكم اللي يشوف البوست هذايا. مرحبا بك اخويا الباشي، مرحبا بك اخويا، اما مانيش من حي رياض راه، اما مرحبا بك. تو نقول لك اخويا عزيز، المهم بربي باش نهبط لكم تو البوست اللي راه يحط في كومنتير تصوير جرد هكا هو هاي، باش نلمهم هاي يا خويا، باش نلمهم الكل في شكاره حاشاك، فهمتني؟ هاي يا خويا تو ساي ما عادش فيها، تو نتقابلوا مازال عندنا اللايف، مازال عندنا الحكايات راه. انا ثريس بيهم الجردين، انا ندخل نكرس ساعات منهم كي واحد يرمي لك، ومن بعد نرجع عادي، فهمتني؟ هاي السلام عليكم هاي الاولاد هاي.